أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المشاهدين إلى نشرة إخبارية مفصلة، والبداية بالعناوين. رئيس الوزراء المكلف يواصل لقاءاته بالمكونات السياسية ضمن المشاورات المستمرة لتشكيل الحكومة الجديدة. محافظ حضرموت يطلع على المشاريع الاستثمارية لهيئة المصائد لتطوير القطاع السمكي ويلتقي نقابة المهندسين بالمكلف. شباب من وادي حضرموت يخترعون جهازا للتنفس الصناعي. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا ومرحبا بكم. واصل رئيس الوزراء المكلف الدكتور معين عبد الملك لقاءاته مع المكونات السياسية ضمن مشاوراته المستمرة لتشكيل الحكومة الجديدة. ونوقش في اللقاء أهمية المضي في تسريع تنفيذ بنود اتفاق الرياض وتضافر الجهود لإنقاذ الاقتصاد الوطني وتخفيف معاناة المواطنين. وجدد الدكتور معين إلى التأكيد على أهمية الإجماع من قبل الأطراف على أن تكون الحكومة الجديدة من ذوي الكفاءات والخبرة والاختصاص حتى تكون فاعلة وقادرة على القيام بمهامها والتعامل مع الأزمات المربكة، وفي مقدمتها استكمال إنهاء الانقلاب الحوثي وإنقاذ الاقتصاد وتحسين الخدمات وتجفيف منابع الفساد وتحقيق إصلاحات حقيقية وجذرية في عمل مؤسسات الدولة وضبط الإيرادات العامة. اطلع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرس سالمين البحسني إلى توجيهات الهيئة العامة للمصائد السمكية محور حضرموت وشبوة وسقطرة لاعتماد مشاريع استثمارية تخدم البنية التحتية للقطاع السمكي بالمحافظة. وأشاد المحافظ خلال لقائه بمدير عام الهيئة المهندس يسلم باب الغوم بالمشاريع الاستثمارية في القطاع السمكي بما يعود بالنفع على الصيادين والبنية التحتية للقطاع السمكي. ووجه المحافظ البحسني بإيلاء أهمية بالصيادين في مديرية بروم ميفع وتقديم المساعدات النقدية لعدد 500 أسرة عبر المؤسسة الطبية الميدانية بالتنسيق مع هيئة المصائد السمكية ودعم الصيادين بمعدات صيد وحافظات للأسماك وسترات النجاة. وفي ذات السياق التقى محافظ حضرموت برئيس وأعضاء نقابة المهندسين بالمحافظة مرحبا بإعادة نشاط النقابة بدماء شابة بعد تجميد نشاطها لأكثر من 20 عاما. واستمع المحافظ البحسني من رئيس النقابة المهندس عمر مخير إلى خطة عمل القيادة الجديدة التي جرى انتخابها في المجلس في المؤتمر العام للمهندسين على مستوى المحافظة مطلع العام الجاري. وأشاد المحافظ بالرؤى والأفكار المساندة لجهود السلطة المحلية، ووجه مكتب التخطيط والتعاون الدولي والوحدة التنفيذية لمشاريع التنمية بإسناد عدد من المشاريع المهمة للنقابة والاستفادة من الأفكار والدراسات الهندسية لأعضاء النقابة، كما وجه بدعم مقر النقابة وتأثيثه. وجه نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال المهندس أحمد الميسري رئاسة مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية باستئناف العمل في جميع الإدارات والفروع التابعة لها في عموم المحافظات المحررة، وذلك بحسب عرض رئاسة المصلحة. وبحسب التوجيهات فإن العمل سيبدأ مع التشديد على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تنظم العمل وعدم الازدحام، وذلك من خلال اتخاذ آليات تنظم ذلك والتنسيق مع الجهات الصحية بالمحافظات. وفي سيئون حيث ناقشت اللجنة التحضيرية لعقد ورشة عمل تطوير هيئة مستشفى سيئون برئاسة وكيل المحافظة المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي جملة من الترتيبات على طريق انعقاد الورشة. واستعرضت اللجنة 5 مقترحات لمحاور الورشة قدمها رئيس هيئة مستشفى سيئون العام الدكتور أنيس عديد، تتناول تقييم الوضع الراهن لهيئات مستشفى سيئون وآليات تطويرها وكيفية الاستفادة من التجارب الناجحة للهيئات المماثلة في محافظات الجمهورية وآليات تطوير الخدمات الطبية والعلاجية والوقائية والتدريبية. كما استعرضت اللجنة الإجراءات الكفيلة بإنجاح الورشة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة في هذا الصرح الطبي خلال الفترة القادمة. دشن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع اليونيبس بالمكلا تسليم أدوات النظافة والمعدات الوقائية الشخصية لدعم صندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت بتمويل من البنك الدولي.
وخلال التدشين أكد المدير العام لصندوق النظافة والتحسين المهندس فهمي بن شبراق أن هذا الدعم سيكفي مشروع النظافة بالمكلا لما يزيد عن 6 أشهر، ستسهم في تسهيل مهام مهندسي النظافة أثناء تأديتهم لمهامهم في الشوارع والأحياء. ومن جانبه أضاف ممثل منظمة اليونيبيس المهندس أحمد الميسري إلى أن المنظمة وبدعم من البنك الدولي قدمت دعما لعدة محافظات يمنية في مختلف قطاعات الحياة. طبعا الكمية الحقيقة يعني كمية جيدة اللي يتم استلامها اليوم، هي كمية يعني تكفي أعمال المشروع، مشروع نظافة المكلا مثلا، إلى أكثر من 6 أشهر أو 9 أشهر تقريبا. سيتم خلال هذه الفترة وبهذه المنحة الاستغناء عن شراء هذه المواد. أيضا سيتم الاكتفاء من هذه المواد، هي مواد السلامة الشخصية خاصة، والآن في ظل الظروف هذه، ظروف كوفيد 19 والوباء الحاصل وباء كورونا، وحاجة العمال أن يكون لديهم أدوات ومعدات سلامة شخصية متوفرة. معدات السلامة الشخصية هذه هي معدات يومية وفيها احتياج متواصل وكميات كبيرة، وبالتالي نود في الحقيقة أن نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع على هذه المبادرة، على تقديمهم لهذا الدعم الذي بالفعل نحن في أمس الحاجة له بالذات في هذه الظروف، فلهم منا كل الشكر والتقدير والاحترام. اليوم دشن تسليم معدات السلامة وأدوات السلامة الشخصية للعمال. هذا المشروع مقدم من منظمة مكتب الأمم المتحدة لخدمة المشاريع بتمويل من البنك الدولي، ونشيد هنا نستهلها فرصة بالتمويل السخي من البنك الدولي الذي يقدمه للمحافظة وجميع محافظات الجمهورية وبالأخص مدينة المكلا. ما قدمناه للمدينة فهو من تمويل من البنك الدولي في جميع قطاعات الدولة، سواء كان في الطرقات أو في صندوق النظافة أو في الصحة، في جميع القطاعات، المياه والصرف الصحي في كل المدينة. ناقش أمين عام مجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم نيمر مع منسق مشروع دعم الاستقرار لدى بلادنا التابع للوكالة الألمانية GIZ للتعاون الدولي تدخلات الوكالة لتطوير الإدارة المحلية بالمحافظة، واستعرض اللقاء مشاريع الوكالة النموية والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاندماج الاجتماعي وحماية البيئة. وأوضح منسق المشروع بأنه سيتم تنفيذ ورشة عمل تتناول تعزيز الحكم المحلي وتطوير المهارات في كيفية بناء السلام وحل النزاعات. التقت اللجنة التحضيرية للاجتماع الموسع للمكونات السياسية والقبلية بمحافظة المهرة بقطاع الشباب بمختلف انتماءاتها السياسية والمدنية والمجتمعية والمستقلين لمناقشة مسودة وثيقة الإجماع الوطني لأبناء المحافظة. وخلال اللقاء أكد وزير الدولة اللواء محمد عبد الله كده أن اللجنة التحضيرية جهزت مسودة لميثاق شرف بين مختلف المكونات السياسية والقبلية في المحافظة، وهي في صدد مناقشتها مع مختلف شرائح وأطياف المجتمع المهري، وسيتم النزول إلى كافة المديريات لأخذ جميع الآراء في اعتبار الوثيقة الجامعة. وفي اللقاء قدم الشباب ملاحظاتهم وأفكارهم حول مسودة الوثيقة، مؤكدين وقوفهم مع السلطة المحلية للحفاظ على أمن واستقرار المحافظة وتوحيد الجهود نحو الدفع بوتيرة البناء والتنمية. أنتج شباب مخترعون من وادي حضرموت جهازا للتنفس الصناعي من مواد محلية بامتياز، ويختص الجهاز للأشخاص الذين يفقدون القدرة على التنفس لقدرتهم على ضخ الهواء إلى الرئتين من الهواء العادي، مع إمكانية لترطيب الهواء الواصل للمريض إضافة لوجود مدخل خاص للأكسجين. ويبلغ سعر الجهاز محلي الصنع نحو 2000 دولار أمريكي، بينما يبلغ سعر المستورد نحو 14000 دولار تقريبي. مزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. جمعتهم الصدفة والعمل الابتكاري والإرادة القوية. محمد ورفاقه اتخذوا من أكاديمية الموهوبين بسيئون ورشة عمل لإنتاج مشروع جهاز التنفس الصناعي لموارد محلية في عمل إنساني تطوعي
بات يمثل حياة جديدة لإنقاذ الروح البشرية. طبعا جاءت فكرة إنشاء جهاز تنفس صناعي محلي عندما تبنت مؤسسة أكاديمية الموهوبين هذه الفكرة، وعملنا نحن كشباب على البحث في الفكرة بشكل عام وكيفية إنتاجها، وبحمد الله بدينا في الخطوات وإلى أن وصلنا إلى هذا العمل. عملنا على الجهاز منذ بداية كورونا دخولها في اليمن من أجل مساعدة الأشخاص المصابين بفيروس كورونا بسبب النقص الكبير في وطننا الحبيب. كما لا أنسى أن الجهاز ليس الكورونا فقط، يمكن يحتاجونه الأطباء والممرضين في الطوارئ كعملية أولية لإسعاف المريض. ورغم نقص الموارد والإمكانيات، اعتمد المخترعون على الحاجيات المتوفرة في الأسواق بعد بحث ومتابعة مستمرة لمهندسين مختصين في داخل الوطن ومبتعثين في جامعات خارجية، حتى تم الوصول إلى تصنيع الجهاز للتعامل مع الأشخاص الذين يعانون من ضيق التنفس. تم اللقاء بالأخوة في قسم العزل وكذلك في العناية المركزة والاطلاع عن كثب كيف تعامل الجهاز، كيف يمكن تطبيقه على الإنسان، ما هي أهم المشكلات. بعد هذه الخطوات تم تشكيل فريق خارجي من جامعات ماليزيا تركيا، وهم شباب حضارمة في المتخصصين كذلك في الأجهزة الطبية ومشرفين وموجهين لهؤلاء الشباب. بدأوا الشباب العمل في رمضان، رغم أنه رمضان إلا أن الشباب كانوا يبذلون جهد كبير، وكذلك بعد رمضان، وبحمد الله اليوم الجهاز موجود لدينا، جهاز بكفاءة تعتبر جيدة إن شاء الله تعالى. نحن بحاجة إلى تطوير وتأهيل لهذا الجهاز حتى تكون كفاءته أكثر مما كنا نخطط لذلك. بعدما سجل جهاز التنفس هذا نجاحا في العمل بعد فحصه، تحولت عملية صنعه ليكون حلا لمشكلة نقص أجهزة التنفس في عموم مستشفيات البلاد، خصوصا مع جائحة كورونا، ليكون أول جهاز محلي يسهم في إنقاذ حياة الإنسان. غير أن قطعا حساسة غير متوفرة في الجهاز أعاقت عملية توصيله للمستشفى. طبعا الشباب وإن كان العمل بسيط ولكنهم بذلوا جهدا كبيرا، فهم يعملون ليل نهار من أجل هذا العمل حتى وجدوا لنا هذا العمل بهذه الإمكانيات البسيطة. وإن كانت الإمكانيات ما ليست موجودة، ولكن إن شاء الله بمساعدة الجميع ووعود السلطة المحلية بأنها ستكون إلى جانب الشباب في هذا العمل الذي سيخدم إن شاء الله مستقبلا، وإن كان استفادته ليست الآن ولكنها إن شاء الله ستكون مستقبلا ستخدم الوادي خاصة وكل أرجاء الوطن عام. يباع هذا الجهاز في الأسواق التجارية بنحو 14,000 دولار كحد أدنى، فيما صنع هنا بتكلفة تقدر بنحو 2,000 دولار فقط، مع قدرته على ضخ الهواء إلى الرئتين من الجو العادي وترتيبه، إضافة لمزايا متعددة. فقط شباب حضرموت ينقصهم الدعم والتحفيز بالدرجة الأولى ومساندتهم في أفكارهم ومشاريعهم البناءة. ودوليا، كشفت وسائل إعلام رسمية صينية عبر هيئة تنظيم الملكية الفكرية بالصين أن بكين منحت شركة صينية وطنية براءة اختراع للقاح ضد كورونا، وقالت صحيفة الشعب الصينية أن هذه أول براءة اختراع تمنحها الصين للقاح ضد كورونا بعد اللقاح التي أعلنت عنه روسيا في فترة سابقة. وحصلت الشركة على براءة الاختراع ضد كورونا في 11 أغسطس الجاري. مشاهدينا الأعزاء، كان هذا آخر خبر في هذه النشرة. أعود وأذكركم بأبرز ما جاء فيها من أنباء. رئيس الوزراء المكلف يواصل لقاءاته بالمكونات السياسية ضمن المشاورات المستمرة لتشكيل الحكومة الجديدة. محافظ حضرموت يطلع على المشاريع الاستثمارية لهيئة المصائد لتطوير القطاع السمكي ويلتقي نقابة المهندسين بالمكلا. شباب من وادي حضرموت يخترعون جهازا للتنفس الصناعي.
في ختام هذه النشرة التفصيلية التي قرأناها على حضراتكم من استوديوهاتنا من المكلا، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، ولمزيد من الأخبار تابعوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي حضرموت تي في، وبإمكانكم مشاهدة البث الحي للقناة على موقعنا في اليوتيوب، ودمتم في أمان الله.